نسائي التلاميذ ما أخذناه في الحصة الماضية وهي التحولات الغذائية خلال الهضم. وتناولنا بالضبط بما يتكون الجهاز الهضمي، قلنا أنه ينقسم إلى قسمين، الأنبوب الهضمي زائد الغدد الملحقة بالأنبوب الهضمي. كما رأينا في أنها في هذا الأنبوب الهضمي يوجد هناك ثلاث محطات تتمثل في الفم، المعدة والأمعاء الدقيقة. زيادة على ذلك، ما هي الإنزيمات الموجودة على مستوى الفم؟ وما هي الإنزيمات الموجودة على مستوى المعدة؟ وما هي الإنزيمات الموجودة على مستوى المعدة الدقيق؟ وما هي أهم الأغذية التي يتناولها الكائن الحي خلال 24 ساعة والتي تتمثل في الغلوكوزات، البروتينات والدسم زائد السوائل؟ أما اليوم سوف ننتقل إلى دراسة المورد رقم 2، المورد رقم 2، وهذا المورد يتمثل في امتصاص المغذيات. وفي هذا المورد أتطرق إلى نشاطين، النشاط الأول هو تحديد مصير الأغذية المهضومة، والنشاط الثاني يتمثل في مقر الامتصاص. إذن سوف نبدأ على هذا المورد الثاني. النشاط الواحد تحديد مصير الأغذية المهضومة، قلنا في الحصة الماضية عند انتهاء عملية الهضم تكون بالضبط على مستوى المعدة الدقيق، نسمي هذا الناتج النهائي نسميه بالكيلوس المعدي، الكيلوس المعدي، والمتمثل في جميع مجموعة من المواد التي نسميها بالمغذيات زائد مادة السيلولوز. اليوم سوف نتكلم عن التغير الكمي، التغير الكمي للأغذية على مستوى الأنبوب الهضمي. الآن ذكرتكم واش خدينا في الحصة الماضية باش تكونوا عندكم أفكار متسلسلة مع حصتنا اليوم. إذا لاحظوا معي نأخذ الكتاب المدرسي. الآن سوف نتكلم على التغير الكمي للأغذية على مستوى الأنبوب الهضمي. هناك مجموعة من التقنيات حديثة تعتمد على استخلاص عينات من محتويات المعي الدقيق، سمحت بالتعرف على تغيرات كمية الماء والأغذية العضوية في مختلف مستويات الأنبوب الهضمي. طبعا الماء عبارة عن سائل والذي يتمثل في الماء الشروب، والأغذية العضوية تتمثل في النشويات زائد السكريات زائد البروتينات زائد الدسم. مختلف مستويات الأنبوب الهضمي أو المحطات كما سميتها في الحصة الماضية وهي الفم، المعدة، البلعوم. إذا تابعوا معي جيدا أعزائي التلاميذ لكي تتعلموا كيفية تحليل وثيقة. إذا عندنا، لاحظوا، المحطة الأولى هي الفم، على مستوى الفم نتناول وجبة غذائية كاملة. هذه الوجبة الغذائية تتمثل في السوائل، وكيف قلت لكم السوائل هي الماء الشروب زائد الإفرازات الهاضمة، زائد الإفرازات الهاضمة. طبعا الماء السائل زائد الإفرازات الهاضمة يقدر عددها الإجمالي ب 7.5 لتر، العدد الإجمالي أو الكمية الإجمالية ب 7.5 لتر التي نتناولها. كمية الغلوسيدات تقدر ب 400 غرام لكليناها. كمية البروتينات تقدر ب 100 غرام، وكمية الليبيدات 100 غرام. إذا عندنا 400 زائد 100 زائد 100 يساوي 600 غرام بالنسبة للمواد العضوية زائد 7.5 لتر من المياه، وهذه تساوي وجبة كاملة. الآن سوف نرى ماذا يحدث على هذه الوجبة على مستوى الأنبوب الهضمي. نحبط هكذا إلى المعدة. دائما تلاميذ تعلموا عملية المقارنة، لاحظوا أن حجم السوائل قد ازداد في المعدة. لاحظوا هذا اللون الأزرق واللون الأخضر، اللون الأزرق عبارة عن الماء الشروب، وهذه عبارة باللون الأخضر عبارة عن الإفرازات الهضمية. نلاحظ أنها قد ازداد حجمها. أما
بالنسبة للغلوسيدات، الغلوسيدات هنا شوفوا تلاميذ، الغلوسيدات عندما تصل إلى المعدة فإنها تتفكك، وركز على كلمة التفكك. واش تمدلنا؟ تمدلنا المالتوز زائد ديكسترين، مالتوز زائد ديكسترين، ولكن الكمية تبقى نفسها 400 غرام. ونفس الشيء بالنسبة للبروتينات، عندما تصل إلى المعدة فإنها تعطي لنا بيبتيدات أو هضمونات، فإنها تتفكك فقط، أما الكمية فتبقى دائما 100 غرام. ننتقل إلى الليبيدات، نفس الشيء، فإن الليبيدات كما نعلم تلاميذ فإنها لا تتحول في مستوى المعدة. نواصل استخلاص هذه المواد الغذائية الآن إلى المحطة الثالثة وهي المعي الدقيق. المعي الدقيق ينقسم إلى قسمين، الجزء الأول يدعى بالعفج. يدعى بالعفج، نلاحظ أن كمية السوائل، شوفوا كيفاش كانت في المعدة كمية كبيرة، بدأت تتناقص تدريجيا. على هنا نطرح السؤال، لماذا؟ لأن على مستوى الجزء الأول من العفج تبدأ عملية تحويل أو تناقص هذه الكمية تاع السوائل. أيضا لاحظوا هنا بالنسبة لي، لاحظوا هنا، شوفوا القلم تاعي بدأت تتناقص، أو فإنه هنا بدأ التحويل، هنا بدأ التحويل الجزئي إلى جزيئة الجلوكوز، إلى جزيئة الجلوكوز. هنا أيضا بالنسبة للبروتينات، هنا أيضا بدأ التحويل الجزئي، وهنا أيضا بالنسبة للليبيدات تحويل جزئي. إذا واش نستنتج من التلاميذ؟ أن في مستوى الجزء الأول من العفج أو الاثنى عشر تبدأ هناك، هنا التحولات، تبدأ التحولات. شوفوا الورقة تاعي، تبعوا الورقة تدريجيا. هنا نهاية المعي الدقيق، نهاية المعي الدقيق، شوفوا التناقص، لاحظوا التناقص بالنسبة لجميع المواد الغذائية. نتساءل يا ترى ماذا حدث لهذه المواد الغذائية؟ نقول أنها امتصت، أنها امتصت. الآن نروح للماء، قلتكم في البداية كانت 7.5 لتر، شحال تبقى؟ تبقى 0.1، إذا 6.4 وين راحت؟ نطرح إشكالية ونخليها لكم. الآن بالنسبة للسكريات، السكريات يا تلاميذ بقي 0 غرام، 0 غرام، 400 غرام كامل إلى أين ذهبت؟ إشكالية مطروحة أيضا. نزيد نروح البروتينات، البروتينات أيضا شوفوا هنايا كيفاش تناقص ملحوظ، بقي آثار فقط تكاد أن تكون منعدمة، آثار سدت خاص. أما بالنسبة للليبيدات فبقي حوالي 2.5 غرام من 100 غرام. إذا هذه الكمية وكان نحلوا الفضلات ما نلقاوهاش، وهي ماشي موجودة في المعي الدقيق، إلى أين ذهبت هذه المغذيات؟ إذا هنايا نجاوبكم كيف نفسر أن المغذيات الناتجة عن هضم هذه الأغذية المتناولة اختفت على مستوى الأنبوب العظمي ولم تظهر حتى مع الفضلات؟ نعطيكم الجواب ونقول لكم أن جميع هذه المغذيات، أعيدها، التي تتمثل في الماء، تتمثل في الجلوكوز، تتمثل في الأحماض الأمينية، تتمثل أيضا في أحماض دسمة زائد الجليسيرول، نزيد لكم أيضا الفيتامينات الموجودة مع الأغذية، انتقلت إلى الدم، انتقلت إلى الدم. إذا هنا نقول لكم بأن الدم هو الذي سوف يقوم بتوزيعها على كافة أنحاء الجسم. هذا هو شرح هذا المخطط. الآن نسيبوا الحل البديل، الحل البديل لتوفير الغذاء للعضوية. في بعض الأحيان كاين هناك أشخاص يخضعون إلى عمليات جراحية. أشخاص يخضعون إلى عمليات جراحية أو في حالة مرض ما يقدروش يتغذوا، ما يقدروش يتغذوا. إذا لازم نسيبوا الحل البديل، واش هذا الحل البديل؟ هو حقنهم بمحلول، هو حقنهم بمحلول مغذى، بمحلول
هذا عبارة عن جزء من المعي الدقيق، جزء من المعي الدقيق، وهذه عبارة عن الجدران المبطنة للمعي الدقيق والذي سوف أعود إليه فيما بعد. الآن ما أريد أن أركز عليه هي عبارة عن المغذيات عبر ماذا تمر. المغذيات أو الكيلوس المعوي فإنها تمر عبر هذه الأوعية الدموية، لاحظوها جيدا، راهي واضحة بالألوان، لاحظوا عندنا اللون الأحمر وعند اللون الأزرق. اللون الأحمر يشير إلى الشريان، اللون الأزرق يشير إلى الوريد. لاحظوا الآن نتتبع تفرعات هذه الأوعية الدموية، الشريان عندما يتفرع يعطينا تفرعات ثانوية عبارة عن الأوعية الدموية الشريانية، وبدورها أيضا تتفرع وتعطينا شبكة من الشعيرات الدموية الشريانية. نفس الشيء أيضا بالنسبة للوريد، ها هو باللون الأزرق. بنفس الطريقة فإنه يتفرع إلى مجموعة من الأوعية الدموية الوريدية التي تتفرع بدورها إلى مجموعة من الشعيرات الدموية الوريدية. لاحظوا هنا هذه الأوعية الدموية الوريدية بالأزرق والشريانية بالأحمر تعطينا شبكة نسميها الشبكة من الأوعية الدموية، وهذه الشبكة من الأوعية الدموية هي عبارة عن مصير للمغذيات، هي اللي توصلنا المغذيات إلى الدم. مفهوم أعزائي التلاميذ؟ هذه الوثيقة التي توضح لنا تفرع الأوعية الدموية في الماء الدقيق سوف أوضحها لكم عن طريق مخطط بسيط لتسهل عليكم عملية الفهم، لتسهل عليكم عملية الفهم. بعدما شرحت لكم على الوثيقة عن شبكة الأوعية الدموية التي هي عبارة عن مصير المغذيات في الماء الدقيق، أردت فقط أن أعطي لكم جميع الطرق خاصة في شهادة التعليم المتوسط. إذا ما كانت وثيقة كيف نعرف على هذه الوثيقة، وإذا كان مخطط بهذه الطريقة. إذا عندنا بالنسبة للأوعية الدموية، عندنا وعاء دموي وهو الشريان، يعني درته باللون الأحمر باش نذكركم بالألوان، باللون الأحمر، وعندنا وادي الذي يأخذ اللون الأزرق. بالنسبة للشريان يحمل الدم الوارد
الفيتامينات. إذا هذه العناصر مشتركة عبر الطريق الدموي والطريق الدفاعي، أو تمر نعم عناصر مشتركة تمر عبر الأوعية الدموية والأوعية اللمفاوية. إذا الآن بعدما شفنا مصير هذه المغذيات، حبيت نوريلكم بالضبط هذه الانتماءات اللي شفناها في الوثيقة على هذا المجسم الموضح أمامنا. كما وريتكم منذ قليل أن هناك على الجدران الداخلية للمعي الدقيق مجموعة من الانتماءات، مجموعة من الانتماءات. هذه الانتماءات طبعا واش كاين بها؟ يوجد هناك مجموعة من البروزات. هذا الشكل توضيحي لما يوجد على الجدار الداخلي للمعي الدقيق. إذا مجموعة من البروزات أو ما نسميها بالنتوءات، كما راكم تلاحظوا هذا البروزات أو هذه النتوءات هي اللي تمثل لنا الزرابات المعوية، الزرابة المعوية. والزرابة المعوية لاحظوا ها هي شبكة من الشعيرات الدموية، هذه وضحت لنا هذه الزرابة شبكة من الشعيرات الدموية، وهذه الزرابة منا هاي وضحت لنا الوعاء اللمفاوي اللي وضحته لكم منذ قليل أن لونه أبيض مصفر. إذا عبر هذا الطريق تمر الأحمر الدسمة زائد جليسيرول، أما عبر هذا الطريق فإنه تمر الجلوكوز والأملاح المعدنية زائد الأحمر الآن من يا زائد الفيتامينات. ولكن ماشي كل طريق مستقل لوحده، فإن الطريقين مع بعض، واضح؟ الطريقين مع بعض. الآن هذه نجيبها لهنا على سبيل المثال، مثلا الوعاء اللمفاوي يكون هنا، يكون هنا الوعاء اللمفاوي، طبعا أنا ما عنديش لون الأصفر، الوعاء اللمفاوي يكون هنا، الآن يكون في زرابة معوية واحدة الوعاء اللمفاوي زائد الشريان والوريد الذي يمثل لنا الطريق الدموي. نزيد لكم الآن نشمل هذا الزوج في هذا اللوحة الإلكترونية. اللوحة الإلكترونية هذه نفس الشيء تمثل لنا الزرابة المعوية الموجودة على الجدران الداخلية للمعي الدقيق. شوفوا هاي هذا معي دقيق، هذه خديناها على الجدران الداخلية للمعي الدقيق وهي على شكل نتوء أو بروز. تبعوا معايا شريان شريان رحل توجيه السهم. قلت منذ قليل بأن هذا الشريان يحمل الدم الوارد نعم إلى المعي الدقيق، وهذا عبارة عن وريد، هذا عبارة عن وريد. إذا شريان زائد وريد ماذا يساوي؟ يساوي وعاء دموي. شريان زائد وريد يساوي وعاء دموي. هاك الآن أنتقل هذا الموجود على اللوح باللون الأخضر وهو في الحقيقة لونه أبيض مصفر. هذا وش يوضح لنا تلاميذ؟ هذا هذا يوضح لي وعاء لمفاوي، ولعاء لمفاوي كاين واحد برك، هذا هو ماذا يساوي؟ يساوي طريق لمفاوي، طريق لمفاوي. إذا شحال من طريق عندنا في الزرابة المعوية؟ عندنا زوج، عندنا طريقين اثنين. علاش حنا دايما كي نكتبو العناوين نقولو طريق الامتصاص؟ معناتها اثنين، الطريق الدموي الأزرق هذا شريان زائد وريد يعتبر واحد، والطريق اللمفاوي هذا يعتبر اثنين. إذا بهذه الطريقة تتم عملية امتصاص المغذيات على مستوى الزرابة المعوية. هذا هو فيما يخص مصير المغذيات في المعي الدقيق. الآن
الزغبات المعوية على الجدران الداخلية للمعدة الدقيق كلما كان هناك سطح امتصاص كبير جدا، سطح امتصاص كبير جدا بين الجدران الداخلية للزغابة المعوية وبين الدم. كلما كانت كمية الزغبات المعوية قليلة كلما كان امتصاص الدم قليل. نعطيكم مثال، وهذه الأسئلة أعطيتها في الفصل الثاني بالنسبة لتلاميذ التوعية فيما يخص مرض السيلياك. وش هو مرض السيلياك؟ مرض السيلياك يعني مرض السيلياك يتناولوا أغذية خاصة بنا. علاه؟ على خاطرش ما عندهمش كمية من الزغبات المعوية الكافية لتقوم بعملية الامتصاص. إذا في الأخير استنتج عقول أنها تزيد من سطح ماذا؟ من سطح الامتصاص. نزيد لكم حاجة أخرى قبل ما أنهي هذا اللوح. بالنسبة للبيانات يا تلاميذ، عندما نركزوا على الرسومات ببياناتها، إذا ما فهمنا الرسم ببياناته فالنتائج تكون مدونة في دماغكم. إذا نبدأ من الخارج إلى الداخل، والبيانات دائما نبدأ من الخارج إلى الداخل. عندنا مجموعة من الخلايا ها هي، عندنا هذه مجموعة من الخلايا بهذا الشكل. هذه الخلايا نسميها بالخلايا المبطنة، بالخلايا المبطنة أو بالخلايا الظاهرية. كما لدينا أيضا هنا في مستوى خلية هنا مادة مخاطية تفرز مادة المخاط. هذه المادة المخاطية هي التي تعمل على تليين ولزوجة المعي الدقيق. إذن أعيد، خلايا مبطنة أو خلايا ظاهرية، خلايا مخاطية، شريان، وريد، وعاء لمفاوي، شبكة من الشعيرات الدموية، هذه التفرعات، شبكة من الشعيرات الدموية، زائد هنا لا يوجد هنا في الوثيقة غير واضح، يوجد هناك نسيج ظام، نسيج ظام، هذه هي أهم مكونات الزغابة المعوية، هذه هي أهم مكونات الزغابة المعوية. وبهذا أعزائي التلاميذ يعني حاولت بقدر الإمكان أن ألخص لكم النشاط الأول فيما يخص تحديد مصير التغذية المفهومة، والنشاط الثاني فيما يخص مقر الامتصاص. والآن إليكم هذه الوضعية، إدماج المعلومات بالنسبة للمورد الأول الذي أخذناه في المراجعة رقم واحد، و إدماج مع المورد الثاني تاع اليوم. عطيت لكم وضعية إدماجية حاول التلاميذ تحلوها للحصة المقبلة، فقط نفهمكم كيفية حل وضعية إدماجية في شهادة التعليم المتوسط. إذا تابعوا معي، أصيب أحد الأشخاص بمرض على مستوى الأنبوب الهضمي. الآن وش راح ندير؟ التلاميذ راح نسطر على الكلمات المفتاحية لتساعدكم في حل الوضعية. الأنبوب الهضمي تطلب ذلك إلى استئصال جزء من أحد أعضاء الأنبوب الهضمي، استئصال جزء، لا ندري ما هو الجزء، احنا درسنا الأنبوب الهضمي، أنتم فكروا الآن من البداية للنهاية وش هو الجزء الذي سوف يستأصل، مما تسبب في ضعف حاد وبطء في النمو. يستلزم الأمر لتزويده بحقن مغذية. قلت لكم الإنسان كي يجرب عملية جراحية ولا يكون مريض ما يقدرش يتغذى. راهي صارت لنا كامل في البيت، يكون عندنا مريض مثلا ولا راح يدير عملية جراحية، يصفوا الطبيب يقول له ما لازمش تاكل الأغذية لمدة معينة. واش راح نديروا؟ ما نخلوش بدون غذاء، راح نديروا له حقن، المغذية تكون متوازية، ما نسميه باللغة الفرنسية سيرام، سي لو سيرام. هذيك القرعة كي تروحوا مثلا تزوروا المريض تاعكم تسيبوا داروا له هذيك القرعة، هذاك هو لو سيرام والتي نسميها بالمغذيات. إذا يستلزم الأمر التزويد بالحقوق المغذية المتوازية. التعليمات بالاعتماد على السندات المقدمة ومكتسباتها، أجب عن الأسئلة.
عبارة عن السياق، وهذا عبارة عن السند الثاني. إذا عندنا حالة تاع إنسان طبيعي والطفل هذا المريض الموجود في السياق. عندنا المغذيات، عندنا المكونات الكيموس المعدي، عندنا الكيموس المعدي وعندنا الكيلوس المعوي. الكيموس بالميم في مستوى المعدة والكيلوس باللام في مستوى المعدة الداخلي. في الحالة الطبيعية واش صبنا في المعدة؟ صبنا الماء، أملاح معدنية، فيتامينات، سكر شعير زائد بيبتيدات زائد سيلولوز، ونفس المكونات جبناهم عند الإنسان المريض، عند الطفل المريض، نفس المكونات لأنه كيموس معدي. الآن بالنسبة للجلوكوز، 1 لتر من الدم الوريدي البابي الكبدي، ونحن كما نعلم بأن الوريد البابي الكبدي هو الذي يدخل إلى الكبد، والكبد هو الذي يعمل أيضا على تنظيم نسبة السكر في الدم. كبسنا صبنا 3 غرامات في اللتر، بينما عند الطفل المريض فإنه أقل، 1.5 غرام في اللتر. مغذيات أخرى، إحنا صرنا هنا مغذيات الكيموس المعي بسكر شعير وبابتدات وسيلولوز، هنا مغذيات أخرى. عندنا الحالة الطبيعية 40 غرام في اللتر، بينما الإنسان المريض أو الطفل 20 غرام في اللتر، كمية ناقصة جدا جدا. عدد السببات المعوية اللي تكلمنا عليها في هذا المورد، صبنا حوالي 10 ملايين، أما عند المريض صبنا 5 ملايين، فرق كبير جدا. إذا اعتمادا على السندات، هنا شحال عندنا من السند؟ عندنا سند السياق، وعندنا السند هذا الموضح أمامنا، ونقدر نزيدو سند واحد آخر، هذا السند فاش يتمثل في الجهاز الهضمي ككل مع جميع بياناته. أجب عن الأسئلة التالية، ما هو العضو المستأصل من خلال السندات؟ قولوا لي واش هو العضو المستأصل؟ نساعدكم، الفم، المعدة، الأسنان، المعي، شوفوا انتم كي تقول لي العضو المستأصل لازم تقول لي لماذا؟ والأجوبة راهي موجودة هنا، تعلموا الطريقة، تعلموا تقراوا الأسئلة، الأجوبة راهي موجودة هنا. ثانيا برر وعلم العلاقة، كيقول لك التعليل والتفسير، العلاقة بين تقديم حقن المغذيات، احنا شفنا الآن في الدرس الحقن تاع المغذيات باش تعوضنا المغذيات اللي الانسان ما يقدرش يهضم الاغذية لهذا الشخص والعضو المستأصل. اذا هنا شوفوا لنا مشكل العلاقة في العلاقة بين علاش تقدمنا الحقن تاع المغذيات لهذا الشخص مع العضو المستأصل. شوفوا هنا قالوا لي العلاقة، وهذه المغير الإدماجية تلاميذ اخترتها خصيصا لتوثق ما بين المورد الأول والمورد الثاني. أنا مش اليوم حبينا نعطيكم يعني مهلة باش تخدموا لي في حل هذا التمرين أو هذه الوضعية الإدماجية، وفي الحصة المقبلة إن شاء الله سوف نحلها مع بعض، وأتمنى لكم كل التوفيق وشكرا للحصة المقبلة.